بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة الماتعة، سلسلة الثمار اليانعة للأعمال الصالحة، ولا زال الحديث موصولا حول ثمرات العبادات القولية. وقد تكلمنا عن ثمرات الدعاء وثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وثمرات الاستغفار، وفي هذه الليلة سوف نعيش حول ثمرات الكلمات الأربع. كلمات أربع تكرر فضلها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والحث عليها، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم هي كلمات عظيمة ولها فضائل جليلة، ولعل الفضل في هذه الكلمات كما قال الحافظ العلائي أن سبحان الله فيها تعظيم وتنزيه لله عز وجل، والحمد لله فيها إثبات الكمالات العظيمة لله عز وجل، ولا إله إلا الله فيها التوحيد وفيها البراءة من الشرك، والله أكبر فيها الرفعة وفيها تعظيم الله عز وجل. فاجتمعت معاني أسماء الله عز وجل وصفاته ومقاصد توحيد الله عز وجل في هذه الكلمات، ولذلك كان لها فضل عظيم. فمن ثمرات هذه الكلمات أنها من أحب الكلام لله عز وجل، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الكلمات أول ثمرة أنك تردد أحب الكلام إلى الله عز وجل. وفي مسند الطيالسي: أطيب الكلام، فأطيب الكلام وأحب الكلام إلى الله عز وجل هذا الذكر وهذه الكلمات الأربع التي يرددها المرء. أيضا من الثمرات الثمرة الثانية أن هذه الكلمات من أفضل الكلام في هذه الدنيا، بل هي خير من هذه الدنيا، فقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني هذه الكلمات أحب مما طلعت عليه الشمس. الشمس على ماذا تطلع؟ على الدنيا. فهذه الكلمات الأربع، هذا الذكر أحب إلى الله عز وجل من الدنيا وما فيها من الزخارف. أيضا من ثمرات هذه الكلمات وفضل هذه الكلمات أن هذه الكلمات هي غراس الجنة، هي غراس الجنة. ماذا تغرس في الجنة؟ أنت في الجنة تبني البيوت وتغرس الغراس. فقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا غراس الجنة. انظر إلى هذا الوصف، إبراهيم عليه السلام يبين للنبي صلى الله عليه وسلم
أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة وأنها قيعان. هذا في الدنيا إذا كان عندنا أرض التراب فيها طيب والماء عذب والأرض قيعان مستوية، من نتيجة الثمار تخرج، الزراعة تنمو بسرعة. كذلك هذا التشبيه مقصود في الجنة، أن التسبيح وأن التحميد وأن التكبير سبب لغراس الجنة بسرعة. أنت تبني لك هناك في الجنة هذه الغراس وهذه المزارع التي تعدها حتى تلقى الله عز وجل. وأيضا من الثمرات، الثمرة الرابعة، أن هذه الكلمات منجيات من النار، منجيات من النار. فقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة خذوا جنتكم، خذوا جنتكم يعني حذركم. فقال الصحابة يا رسول الله أمن عدو حذر، يعني نحذر من عدو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. يعني هذه الكلمات الأربع منجيات من النار ومقدمات، يعني وقاية للإنسان في يوم القيامة، حواجز من النار. أضف إلى ذلك أنهن الباقيات الصالحات. الباقي الصالح هو الذي يستمر ثوابه للإنسان ولا ينقطع الثواب. وأيضا من الثمرات، الثمرة الخامسة، أن هذه الكلمات تذكر بك عند الله عز وجل وعند الملائكة. فتأمل في هذا الحديث، حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه، يقول إن مما تقولون من جلال الله التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. قال فإنهن، يعني هذه الكلمات الأربع، ينعطفن حول العرش، يلتفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل صوت. قال تذكر بصاحبها، يعني هذه الكلمات تذكر بك عند العرش، تقول فلان هذا ذاكر، هذا دائما يردد الكلمات الأربع. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ألا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ يعني أنت ما تريد الآن شيء عند الله عند العرش يذكر بك، يقول هذا فلان من الذاكرين، هذا فلان ما يترك التسبيح والتحميد والتكبير. فهذه رفعة لك عند الله عز وجل، أن هذه الكلمات تدافع عنك وتذكر بك عند الله عز وجل. الثمرة السادسة من ثمرات هذه الكلمات، ثقل هذه الكلمات في الميزان، كما جاء في حديث أبي سلمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخ بخ، كلمة ثناء ومدح. قال ثم أشار بيده بخمس، قال خمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للرجل فيحتسبه. فهذه ثقيلة عظيمة جدا في الميزان، إن رددت هذه الكلمات وأبشر. فالإنسان يتمنى أن يكون ميزانه ثقيل بالأعمال الصالحة، لأنه علامة الفوز غدا عند الله عز وجل. أيضا سابعا من الثمرات، أنها من مكفرات الذنوب. هذه الكلمات إذا رددها الإنسان فإنها تكفر الذنوب، تكفر الخطايا. وتأمل في هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ما من عبد على الأرض يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه وإن كانت
أكثر من زبد البحر. لا إله إلا الله، زبد البحر، هذا الزبد الذي يأتي على أطراف الشاطئ كله، لو بلغت ذنوب الإنسان طبعا الصغائر مثل هذا الزبد وردد هذه الكلمات، فليبشر بمغفرة الله عز وجل وتكفير الذنوب. بل النبي صلى الله عليه وسلم في موقف أراد أن يغرس هذا المعنى، والحديث مروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شجرة يابسة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عصاه وضرب بها هذه الشجرة، فتناثر ورق هذه الشجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تساقط الورق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتسقط ذنوب الإنسان كما تساقط ورق هذا الشجر. تأمل تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الأربع كيف تكون سبب في تساقط الذنوب. ثامنا من الثمرات والفضائل أنها باب من أبواب الصدقة، كما جاء في الحديث المعروف حديث أبي ذر أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. ذهب أهل الدثور بالأجور، الدثور يعني الأغنياء، ذهبوا بالأجور، فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني الفقراء يقولون هؤلاء يصلون نفسنا ويصومون نفسنا، لكن عندهم زيادة مال، سبقونا في الأجر، سبقونا إلى الآخرة. فماذا دلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أولم يجعل الله لكم ما تتصدقون به؟ فإن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، إلى نهاية الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمات وتردادها باب من أبواب الصدقات، باب من أبواب الصدقات. أيضا تاسعا أن هذه الكلمات الأربع مما اختاره الله عز وجل واصطفاه الله عز وجل، اصطفاء واختيار من بين سائر الكلام، كما جاء في حديث أبي هريرة: أربع كلمات اصطفاهن الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة ومحيت عنه 20 سيئة. قال: والتكبير مثل ذلك، والتهليل مثل ذلك، ومن قال الحمد لله من تلقاء نفسه كتبت له 30 حسنة ومحيت عنه 30 سيئة. انظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: لماذا هذا التفريق؟ لماذا سبحان الله والتكبير والتهليل جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها 20 حسنة وتمحو 20 سيئة، لكن لما جاء في ذكر الحمد ذكر فيه 30 حسنة ويمحو 30 سيئة؟ السبب في ذلك ما قيده النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من تلقاء نفسه. الغالب متى الإنسان يحمد الله؟ إذا أكل، إذا شرب، إذا جاءته نعمة، إذا جاءته أي شيء فإنه يحمد الله. لكن لما يصدر هذا العمل من تلقاء نفس الإنسان وابتغاء الأجر، لذلك كانت له هذه المزية وهذا الفضل حينما يصدر من غير وجه مقابلة. الناس الآن تحمد الله على وجه المقابلة، جاءته نعمة حمد الله عز وجل، لا، هنا أن تحمد الله عز وجل من غير مقابل فيكون لك هذا الأجر العظيم. أيضا من الثمرات عاشرا وأختم بهذه الثمرة، وهي الأجور العظيمة المفصلة التي جاءت في حديث أم هانئ رضي الله عنها، وهو حديث عظيم جدا. تقول أم هانئ: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني قد كبرت وضعفت، فمرني بشيء أقوله وأنا جالسة. يعني الآن أنا في كبر سني، امرأة عجوز
ما تستطيع قيام الليل، ما تستطيع كثير من العبادات، تريد أن تستغل وقتها وهي جالسة بأفضل أنواع الذكر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سبحي لله 100 تسبيحة فإنها تعدل عتق 100 رقبة من بني إسماعيل. من بني إسماعيل، عتق الرقاب. طبعا لماذا خصص بني إسماعيل؟ قالوا لأنهم أشرف العرب، هذه المزية للشرف الذي يكون لهم، فهذا فضل، الفضل الأول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل 100 من الخيل مسرجة ملجمة، كأنها 100 خيل معدة للجهاد في سبيل الله عز وجل، كأنها بذلت هذا البذل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكبري 100 تكبيرة فإنها تعدل 100 بدنة، 100 بدنة بهذه التكبيرات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم 100 تهليلة فإنها، يعني لا إله إلا الله، تعدل ما بين السماء والأرض. لا إله إلا الله 100 مرة تعدل ما بين السماء والأرض. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم إنه لم يأتي أحد بمثل ما أتيت إلا أن يقول مثل ذلك أو أكثر. يعني هذا الأجر العظيم لا يعدله عمل، بل في بعض الروايات: فإنه لم يرفع يومئذ عمل مثل عملك إلا من قال مثل قولك. فانظر هذه الأجور المفصلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للتحميد وللتهليل وللتكبير، لعظم هذه الكلمات، وهي العوض عن القرآن. رجل كبير في السن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أقرأ القرآن، فبماذا توصيني؟ فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاءت الوصية بهذه الكلمات الأربع. فهذه الكلمات الأربع إخواني الأفاضل لها هذا الأجر العظيم الرفيع عند الله عز وجل، فحري بنا أن لا ننسى هذه الكلمات، وأن نعود أنفسنا إذا جلس الإنسان بنفسه منفرد في مكان انتظار يكثر من هذه الكلمات حتى يحظى بهذه الأجور العظيمة. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.